في ظل انهيار الريال، البنك المركزي اليمني يعلن تسلمه الدفعة الثانية من الوديعة السعودية، والكشف عن انفراج وشيك بأزمة المرتبات التي تشهدها المحافظات الخاضعة تحت سيطرة حكومة عدن. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي اليمني تسلمه دفعة جديدة من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي. ونقل موقع البنك المركزي عن مصدر مسؤول بالبنك أنه تسلم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي. وأشار المصدر إلى أهمية هذا الدعم كونه يأتي في ظرف استثنائي وعصيب، وخلال الأيام والأسابيع الماضية تدهور الريال اليماني بصورة غير مسبوقة في ظل انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين والحرب التي تشهدها البلاد منذ 9 سنوات. وأضاف البنك المركزي اليمني في عدن، لتسهم الوديعة بتمكين البنك المركزي من دفع المرتبات للموظفين